الحين بروح العسير مع مو ببعدين عن أبها، في منطقة عسير في تراث وجمال وأصالة وقلاع وقصور. زميلنا محمد الأحمري متواجد مباشرة في أحد القصور المهمة اللي بيعرفنا عليها وناخذ تفاصيل أكثر عنها. عرفنا على المكان الموجود فيه محمد. أمسي عليك بالخير مجاهد وعلى متابعين قناة السعودية. دائما يا مجاهد، قناة السعودية تتواجد في مراكز المنطقة ومحافظاتها، واليوم وصلنا إلى محافظة أحد رفيدة وفي مركز الفرعين. هذا المركز واللي يحتضن واحد من أجمل المتاحف المميزة والجميلة اللي قام على إعادة تهيئته وترميمه صاحب هذا المتحف الأستاذ عبد الله بن سعد الرميح. مرحبا فيك أستاذ عبد الله، سعيدين بتواجدك معنا عبر شاشة السعودية. مرحبا، الله يحييك. الله يحييكم يا قناة الإخبارية، يحييك السعودية ويحييك يا أخ محمد والزملاء اللي خلف الشاشات. مرحبا ألف بالجميع. الله يطول عمرك. اليوم ما شاء الله تبارك الله واحد من المعالم الجميلة في جوف آل الشواط وفي مركز الفرعين. نبغاك تكلمنا عن هذا المتحف، متى بدأ أو هذا القصر التراثي، متى بدأ العمل عليه وكيف تم تهيئته؟ مرحبا، الله يحييكم. هذا قصر الرميح التراثي، قصر والدي رحمة الله عليه الشيخ سعد بن محمد الرميح، نائب آل الرميح سابقا، عمره أكثر من 60 سنة. بني عام 1380، يتكون من 4 أدوار. قمت بتهيئته والعمل فيه من قبل سنة حتى أن ظهر بالمظهر اللي ترونه الآن. جددنا، عملنا المتاحف، متحف داخلي ومتحف خارجي، وقمنا بصيانته وإعداده للزوار. ومرحبا ألف، وهذا يعتبر تشجيع من الدولة على حفظ الموروث وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال الله يحفظه، فهو من شجعنا على حفظ موروث آبائنا وأجدادنا. ومرحبا بالجميع. الله يطول عمرك. ما شاء الله المكان هذا زاد جوف الشواط جمال كعادتها جميلة. خلنا نتكلم عن المحتوى الموجود في هذه المحتوى اللي عندك. القصر بما فيه من قطع تراثية، كم عددها تقريبا هذه؟ والله ما أقدر أحصيها، عددها كثير. شايف ولا لا؟ فيها من وجدناه من نفس القصور، في سواء في القصر هذا وفي قصور آل الرميح المجاورة، وفيه من جلبناه من خارج المحافظة. قمنا بإعداد المتاحف هذه إضافية بعمل يدوي معمولة من الجراع ومن القصب ومن سعف النخل. عملناها عمل يدوي اجتهادي حتى طلعت في المظهر اللي ترونه الآن. يا سلام. طيب كيف تشوفون ما شاء الله تبارك الله، يعني حدود السنة، كيف تشوف تفاعل الناس، تواجدهم في هذا المكان؟ والله الحمد لله، زارنا عدد كثير من خارج المنطقة ومن خارج الدولة، من دول الخليج، وصلوا إلى هذا المكان ليروا المتاحف والقصر. الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله، سعدنا بتواجدك معنا على شاشة السعودية. طبعا الزميل سعد يلتقط يا مجاهد هذه الصور على الهواء مباشرة لهذا القصر التراثي الجميل اللي يحتوي على متحف وأيضا مجالس خارجية، إضافة إلى أعداد كبيرة من القطع الأثرية والتراثية اللي عمل على تجميعها وأيضا على تصميمها وتهيئتها بهذا الشكل اللي أنتم تشاهدونه الآن. هو صاحب هذا القصر اللي هو الأستاذ عبد الله الرميح، طبعا واحد من المعالم الجميلة حقيقة في جوف آل الشواط وفي مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة. وهذه دعوة لكل من يشاهدنا بزيارة هذا المكان والاستمتاع حقيقة بهذه الأصالة وهذا التراث الجميل اللي فعلا يمثل اصالتنا وتراثنا. صوت الصوره عليكم جاهد. تفضل. يعطيك العافيه محمد، اكيد شكرا لك وشكرا لضيفك اكيد وعلى الجهود اللي يقدمونها اكيد في حفظ التراث. وشفنا كثير من القصص سواء في المتاحف الخاصه او المزارع الخاصه اللي يستضيفون فيها حتى يعرفون الاجيال الجايه بتراثنا وقصص تراثنا وموروثنا اكيد العظيم اللي نعتز بكل تفاصيله ونعتز انه في هذا البرنامج تحديدا نتجول من مكان الى مكان.